طيب نبدا. يعني ايه primary search tree؟ ازاي بنقيس؟ ده هنا هيكون ده هنا هيكون
الكي بتاعت النود دي. يعني النود عندي فيها حاجتين، فيها كي اللي هو الرقم بتاعها رقم كام عشان اعرف فين المكان بتاعها، تمام؟ وعندي الداتا اللي انا هحطها هي الاوبجكت، اللي هو الاوبجكت اللي انا بحطه فين في النود دي، تمام؟ النود زي ما احنا متفقين النود دي عباره عن شنطه، بس المره دي ليها رقم، المره دي ليها ايه؟ رقم اللي هو الكي بتاعها. اللي جوه الشنطه اللي عباره عن ايه؟ الاوبجكت اللي انا بحطه جوه التري. طيب محتاج ايه تاني؟ النود دي مش فيها جنب هنا وجنب هنا، ايه دول بقى؟ محتاج ليها ليفت تشايلد ورايت تشايلد. انا محتاج ليفت تشايلد ورايت تشايلد، ومحتاج الكي اللي هو الرقم بتاع الشنطه بتاعتي، تمام؟ والاوبجكت اللي بيتحط في الشنطه هحطه في حاجه اسمها ايه؟ بايلود، تمام؟ احنا بنعمل الرسمه بس، يعني الرسمه اللي كانت قدامنا، النود اللي كانت قدامنا كان لها رجل يمين وكان لها رجل شمال، اللي هو تشايلد في اليمين وتشايلد في الشمال، فعملنا لهم بوينتر اللي هو اسمه ليفت تشايلد ورايت تشايلد، تمام؟ وعملنا لها كي اللي هو الرقم اللي انا بحطها فين في التري بناء عليه، ماشي؟ والحاجه اللي انا هخزنها في النود، ما هو اكيد مش هخزن الرقم بس، اكيد انا هخزن اوبجكت بالرقم ده، صح؟ اللي هو هيتخزن جوه الشنطه بتاعتي، اللي هو هنا سميناه بايلود. فالبايلود ده هيكون جواه اوبجكت، البايلود ده هيكون جواه اوبجكت. طيب ايه بايلود ده؟ لو تفتكر معايا في اللينكد ليست لما كنت بروح ما كنتش ببقى عارف مين الايه اللي انا، صح؟ ما كنتش ببقى عارف مين اللي انا. تري المره اللي فاتت ما كناش عارفين مين اللي انا. هنا احنا عملنا تري جديد اسمه بيرنت، هيتخزن فيه البيرنت بتاع الايه؟ بتاع النود، عشان لما احب اعمل لما احب اطلع لفوق تاني ابقى انا ايه؟ اقدر ارجع لورا، تمام؟ فانا كده عندي الكي وعندي البيلود، البيلود اللي هو الاوبجكت اللي انا بخزنه، الليفت تشايلد اللي هو التشايلد اللي في الشمال، الرايت تشايلد اللي في اليمين، البيرنت اللي هو الايه؟ الاب بتاع النود. طيب عملنا شويه ريسورس، تمام؟ هاز ليفت تشايلد، هاز ليفت تشايلد دي بيترجع ترو لو في تشايلد في الشمال، هاز رايت تشايلد بترجع ترو لو في تشايلد في اليمين، هاز اني تشيلدرن لو اي تشايلد موجود ترجع ترو، تمام؟ وايز روت لو النود ديت هي الروت نود ولا لا، تمام؟ وفي بعض الريسورس الثانيه يا اما احنا هنتكلم عنها يا اما مش هنتكلم، يعني على حسب احتياجنا. طيب ده زي كده الايه؟ النود نفسها. طيب التري بقى دي عباره عن ايه؟ التري دي تكون عباره عن ايه؟ التري انا هعمل كلاس تاني اسمه باينري سيرش تري. انا محتاج في التري عشان امسك التري كلها الروت بتاعها، صح؟ مش احنا المره اللي فاتت لما كنا شغالين التري كنت ببعت الروت نفسها واقدر من الروت دي اقدر اوصل ايه؟ للتشيلدرن بتوعها، مش كده؟ هنا بقى هنعمل كلاس تاني اسمه باينري سيرش تري. الكلاس ده هيكون فيه اتريبيوت اسمه روت. اتريبيوت اسمه روت ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على تري نوت، على اول تري نوت بتاعت الايه؟ بتاعت التري، تمام؟ يعني انا هعمل الرسمه اللي فاتت دي، بص الرسمه دي، شايفين الروت ده؟ الروت اللي فوق ده اللي انا مشاور عليه ده هو الروت اللي معايا اللي في اليو ام ال، هو الروت ده. طب النوت دي عباره عن ايه؟ ها؟ دي النوت ده الكلاس اللي هو التري نوت. فالباينري سيرش تري هو عباره عن ايه؟ حاجه فيها بتشاور على اول نود، تمام؟ وشويه خصائص ثانيه هنتكلم عنها، بس هي عباره عن حاجه بتشاور على اول نود اللي هي الايه؟ اللي فيها الروت، تمام؟ طيب والنودز بقى عباره عن ايه كلها؟ التري نود اللي هي عباره عن حاجه بحط فيها اوبجكت وبيكون لها رقم وبيكون لها ليفت تشايلد وبيكون لها رايت تشايلد، تمام؟ وبيكون لها بيرنت. لحد هنا في حد عنده مشكله؟ حلو، شايف هو كان بيدخل هنا كده 25 و 17 و 35. رايك لو قلت لك ان الداتا بتاعتك اللي هي اسمك والسالري بتاعك وعمرك وشغاله فين وبتقبضي كام، ده نفس الكلام وبتدرسي ايه وجامعه ايه، الداتا بتاعتك انت دي اوبجكت سام هاو بقى اسمه اكونت اسمه اي حاجه وات ايفر، بس اوبجكت، تمام؟ عايز اخزن الاوبجكت ده بس يكون في تري، مش انت ليك اي دي اللي هو الرقم المميز بتاعك، هخلي الاي دي ده هو الكي اللي هو الرقم. انت فين في الكشف؟ الداتا بتاعتك فين بقى؟ في البيلود. الداتا بتاعتك اللي هو الكلاس بتاع الاكونت هتكون في البيلود. يعني لو انا قلت لك عندي خمس شنط، الشنطه ليها رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه، رقم خمسه، ماشي؟ لو قلت لك الشنطه دي فيها اي حاجه، يعني الشنط دي جواها حاجات،
ماشي. الحاجات دي بقى سميها وانا مرتب الصور ما بين بعض، نبص على الحاجه اللي جوه ولا نبص على الرقم؟ الرقم بتاعها هو ايه بقى؟ يعني اعتبر كده المود هي عباره عن شنطه ليها كي، ده رقم. برتب الاركتكتشر دي بناء على ايه؟ على الرقم. دي 25 و 27 دي كده الكي اللي انا مدخلها فين في الكي بناء على كده. بس هي التري اصلا نفسها تبقى معموله عشان تخزن اوبجكتس، عشان تخزن حاجات تانية، تمام؟ فانا بيبقى عندي كي اللي هو هيعرفني انا فين جوه التري، لازم يكون في كي عشان اميز هو اكبر ولا اقل، تمام؟ الحاجه بقى نفسها اللي جوه الشنطه ما يهمنيش، هي اوبجكت وخلاص، ماشي؟ طيب عندي كمان في الباينري سيرش تري حاجه اسمها سايز. هنعمل اتريبيوت اسمه سايز بحيث لما انا اعرف السايز بتاع التري اللي كان ما اقعدش الف عليها واحد واحد واعدهم، لا انا ايه؟ لما ادخل واحد هدخل في السايز واحد، هجمع السايز واحد. لما اشيل واحده من التري هعمل ايه؟ هنقص من السايز واحد، ماشي؟ بقى عندنا السايز ده اما اجي ادخل بزوده، ولما اجي انقص اما اجي اشيل يعني منه بايه؟ بنقص. عندي كمان تو ميثودز، ودول بقى اللي هنتكلم عنهم النهارده، اللي هي البوت والجيت. البوت بتعمل انسيرشن جوه التري، والجيت بتعمل بتجيب لي الاوبجكت بقى اللي جوه التري، ها؟ بتجيب الشنطه اللي فيها من جوه التري، ده اللي هي ايه؟ الجيت، تمام؟ بتجيب لي الشنطه باللي فيها. طيب احنا هنعمل بوت ازاي يا باشمهندسين؟ نحط ازاي في التري؟ لسه ما اتكلمناش هنعمل ازاي؟ اشوف القيمه اللي معايا بالكي، صح؟ بشوف الكي ده لو اكبر اخش في اليمين، لو اقل اخش في الشمال، مش كده؟ طب وانا بجيت عايز اجيب الشنطه بقى اللي انا اللي رقمها بدور عليه ده، اجيبه ازاي؟ نفس الطريقه زي ما دخلنا هنطلع، بس ايه؟ بنخش بنجيت بخش، بس مش بحط فاليو، مش بحط فاليو، ده انا ايه؟ باخد دي وبعمل لها كده، ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، تمام؟ طيب التري دايما بنشتغل بالريكيرجن. التري هتلاقي معظم الاجوات التري كلها ريكيرجن، تمام؟ طيب احنا هقول لك احنا كل مره هنحتاج ان احنا نتاكد ان النود اللي احنا واقفين عليها دي هي الروت ولا لا، عشان لو الروت مش هكمل تحتها، صح؟ فلو احنا عملنا ريكيرجن وكل مره في الريكيرجن بتاكد ان النود اللي انا واقف عليها التري او الروت اه ولا لا، فدي هتبقى كوست كبير عليا، صح؟ مش كده؟ تاني انا الاول عايز اتاكد، مش انا في مره من المرات عاوز اتاكد ان ده الروت ولا لا، صح؟ عاوز اتاكد ان ده الروت ولا لا، يعني ايه الروت؟ طيب دلوقتي احنا هنخش هنلف على دول واحده 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 واحده، صح؟ مش كده؟ طيب انا في وقت من الاوقات عاوز اتاكد ان الروت اللي انا واقف عليها دي هي الروت ولا لا، مش كده؟ وبرضه في نفس الوقت ساعات ببقى عايز ارتيرن اللي جوه الشنطه مش الشنطه نفسها، مش كده؟ يعني عايز ارتيرن الاوبجكت نفسه، مش النود بالاوبجكت اللي فيها. انا عايز اليوزر يبعت لي حاجه اخزنها بكي، وانا برجع له حاجه بس اللي هو ايه بعتها لي، اللي هي الحاجه اللي جوه الشنطه، مش كده؟ طب ايه رايكم لو عملنا اثنين فانكشنز؟ واحده تبقى بره اليوزر يشوفها اللي هي البوت دي، تمام؟ البوت دي تتاكد النود دي او تعمل فاليديشن اللي هي عايزاها، وميثود ثانيه هي اللي تعمل الريكيرجن ونخلي اليوزر ما يقدرش يشوف. نعمل كده احسن، مش كده؟ لو انا كنت عملت تاني، لو انا عملت الريكيرجن كلها في فانكشن واحده هلاقيها صعبه قوي، هلاقي في كوست ان انا دايما كل شويه بتشيك مش عارف ايه، واخش في حاجات بقى مكعبره كده في بعض، تمام؟ هتلاقيها مكعبره شويه. لكن لو احنا طلعنا الحاجات اللي ثابته في ميثود بره، والريكيرجن اللي بيقعد يلف حوالين نفسه ده في ميثود ثانيه، مش ده احسن؟ خلاص يبقى احنا اتفقنا ان في داله جوه داله، مش كده؟ الداله الكبيره بتتاكد تعمل فاليديشن بتاعتها، تتاكد ان الداتا بتاعتها سليمه، ولما تحب ترجع داتا لليوزر ترجعها له بالشكل الايه؟ المطلوب، يعني ترجع الاوبجكت اللي حاطه في الشنطه مش النوت كلها، تمام؟ ونخلي الريكيرجن اللي جوه بقى هو اللي ايه؟ يجت دي يعني ايه؟ يلف حوالين نفسه. تعالوا نشوف. لحد هنا في حد وقع منه حاجه؟ حد وقعت منه مع اللي هي بتاعت ايه؟ الفانكشن جوه الفانكشن. بص يا باشمهندس دلوقتي احنا اتفقنا ان انا هيكون عندي شويه فاليديشنز،
ساعات بيكون عندي شوية validations زي ايه؟ زي هل انا واقف في الروت ولا لأ؟ هل في روت اصلا ولا لأ؟ تمام؟ اليوزر وهو عايز، لو انا في الجيت بقى، اليوزر وهو عايز داتا، عايز يجيب الاوبجكت اللي جوه، مش عايز يجيب النود، مش هو بيبعت لي داتا انا بحطها في شنطة وحطها في التري بتاعتي، صح؟ انا مش عايز اديله الشنطة، انا عايز اديله الحاجة اللي هو بعتها لي، اللي هي الاوبجكت اللي هو في البيلود. تمام؟ انت ايه رأيك لو عملنا ميثود جوه ميثود الريكيرجن نخليه في واحدة اللي جوه واليوزر ما يشوفهاش، بحيث لو هو دخل داتا غلط ما يخشش اصلا في الميثود اللي جوه. تمام؟ يبقى الميثود اللي بره من 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 اول ما يبعت له كده تقول له ان انت الداتا بتاعتك غلط. ماشي؟ ليه؟ ان هو ممكن يدخل داتا، يعني هي لها اكتر من سبب، بس ممكن يدخل داتا غلط فتلاقيه قاعد يلف حول نفسه مثلا، او ممكن يدخل حاجه تبقى انت اللي تشيك بتاعك بتعمله كتير. فليه تعمله كتير؟ ما انت ممكن تعمله مره واحده بس في ميثود بره، والميثود اللي جوه هي اللي بتقعد تلف ايه كتير على كل الناس. تمام؟ وصلت؟ تعالوا هي هتوضح اكتر بالكود. احنا اتفقنا على التو كلاسز دول، مش كده؟ تعالوا نشوف التو كلاسز دول. اول كلاس عندي اللي هو التري نود. احنا اتفقنا التري نود فيها ايه؟ فيها كي وفيها بايلود، ها؟ بايلود اللي هو الاوبجكت اللي بحط فيه، وفيها ليفت تشايلد وفيها الرايت تشايلد وفيها البيرنت. اهو هنعمل في الكونستراكتور بتاع التري نود كله، شايف كده؟ شايفين؟ ازون كمان ولا ايه؟ هنعمل كونستراكتور للكلاس اللي اسمه تري نود. الكونستراكتور ده هياخد مني الكي اللي هي الكي والداتا، هياخد مني الليفت والرايت والبي اللي هو البيرنت، وانا بكريت النود، ها؟ وانا بكريت النود ممكن ابعت له البارامترز دي. طيب عندي الكي هيتخزن فيه الكي بتاع النود، البيلود هيتخزن فيه الاوبجكت اللي انا اليوزر بيبعته لي، الليفت تشايلد هيتخزن فيه ايه؟ هتخزن في نود تانية، صح؟ اللي جاية لما يبقى ليه تشايلد شمال هحطه له في الشمال، وما يبقى ليه تشايلد يمين هيبقى ايه؟ هتحط في اليمين. يعني الليفت تشايلد والرايت تشايلد هيشاوروا على ايه؟ هيشاوروا على تونودز تانيين، صح؟ نوعهم ايه؟ تري نود برضه، نوعهم تري نود برضه. طيب والبيرنت يشاور على الاب بتاع النود دي. حلو قوي. ايه بقى اللي احنا عاملينه فوق ده؟ بالظبط، في حاجة اسمها ديفولت فاليو. الديفولت فاليو بتاعت الليفت او اوبشنال فاريبل، يعني لو ما كتبتوش تشتغل عادي. لو انا ما اقول، لو انا وانا بعمل وانا بعرف التري نود رحت قايل كده، رحت قايل اكس مثلا بتساوي تري نود، بص كده هو جايب لي ايه؟ جايب لي الكي والداتا. لو انا كتبت 10 واي حاجه هنا الميثود دي تشتغل. طب ايه اللي هيحصل يا باشمهندس في الرايت والليفت والبي؟ هيتحطوا بالديفولت فاليوز بتاعتهم اللي هي الايه؟ النن والنن والايه والنن. التلاته هيبقوا نن، يعني لا لسه ملوش لا ليفت تشايلد ولا رايت تشايلد ولا لسه ليه بيرنت. تمام؟ ده كده الكونستراكتور بتاع التري نود. طيب اتفقنا على ايه؟ هاز ليفت تشايلد وهاز رايت تشايلد وهاز تشيلدرن. مش هتعرف نعمل الكلام ده ازاي. لو انا واقف على نود وليا ليا تشايلد في الشمال، الشايلد التشايلد اللي في الشمال ده هيكون موجود فين؟ في الليفت، في الليفت تشايلد، مش كده؟ والتشايلد اللي في اليمين هيكون موجود فين؟ في الرايت تشايلد. ايه رايك لو نروح نتشيك على الليفت تشايلد والرايت تشايلد؟ لو الليفت تشايلد بنن يبقى ملهاش تشايلد، ولو الليفت تشايلد مش بنن يبقى ايه؟ ليها ليفت تشايلد. ده اللي احنا بنعمله بالظبط هنا. اف سيلف دوت ليفت تشايلد، لو النود ديت، ها، سيلف يعني النود اللي انا واقف فيها دلوقت، ها، بتساوي نون يعني فاضية، يبقى ده معناه ايه؟ ملهاش تشايلد، تريتيرن فولس. ولو العكس تريتيرن ترو، يبقى احنا كده عملنا الهاز ليفت تشايلد. هاز ليفت تشايلد ترجع ترو لو ليها في الليفت حاجة، وترجع فولس لو مفيش في الليفت حاجة. تمام؟ طب هاز رايت تشايلد هيكون فيها حاجة جديدة؟ اللي بنعمله في الليفت هنعمله زيه بس فين؟ في الرايت.
has write a child self dot write a child بتساوي none. تعمل ايه؟ return false else return true. طيب طبعا يعني في methods كتيرة بلاش نخش فيها عشان ما نتوهش اكتر. تمام بس مثلا في has any children يعني ليها يا في اليمين يا في الشمال صح؟ اروح اتشك على اليمين وعلى الشمال زي ما عملنا فوق. لو لقيت في واحدة منهم بالأور يعني لو لقيت في واحدة منهم return true لو ما لقيتش return false. راح اخسر السؤال. طيب ده كان الكلاس بتاع الترينود. اللي يهمني في الترينود ان انا يكون عندي الحاجات اللي بخزن فيها وعندي الميثود بتاع has left child والميثود بتاع has right child. ده اللي احنا هنكمل عليه في الاكزامبل بتاعنا. تمام بقيه الميثودز ديت يعني هي ايه؟ هي حاجات ممكن تحتاجها بس في اوضاع ثانيه غير اللي هناخده النهارده. ماشي اللي انا هركز عليه النهارده الكي محتاج يكون عندي كي وعرفنا بيتعامل ازاي والبيلود والليفت تشايلد والرايت تشايلد والبيرنت. تمام هاز ليفت تشايلد وهاز رايت تشايلد اللي بترجع ترو فولز. انا محتاج دول في الحته بتاعت البوت والجيت. تمام بقيه الميثودز ممكن تستخدمهم في اماكن ثانيه في حاجات ثانيه. تمام طيب بس يعني عشان اذكر حاجه بص لما تلاقي حاجه في الكود بالشكل ده جيت ايتم فده عشان الانترفيس بتاع البايثون يعني هو عايز يخلي التري دي تشتغل زي ما بنعمل في الليست كده تعمل كده قوسين وتكتب حاجه ما بينهم مثلا او تعمل قوسين وتكتب حاجه ما بينهم يرجع لك قوسين وقيمه بتساوي يحط فيها فديت برضو حاجات مساعده لو انت مش عايز تكتبهم مش لازم تكتبهم فممكن ما تدخلش نفسك في المتاهه دي. ماشي طيب كده احنا اخدنا التري نود اللي هي النودز بتاعتنا. طيب واتفقنا سوا ان التري بقى عباره عن ايه؟ الباينري تري عباره عن ايه؟ ها عباره عن الروت حاجه بتشاور على الروت وعباره عن السايز اللي بيكون فيه السايز بتاع التري يعمل فيها اد يزود عليه واحد يشيل منها نود يعمل ايه يطرح منه واحد. تمام وعند البوت والجيت البوت اللي هي هتدخل زي ما احنا شرحنا في البرزنتيشن والجيت هتطلع زي ما شرحنا في البرزنتيشن. تعالوا نشوف الكلام ده. ادي الباينري سيرش تري فيها تو داتا ممبرز الروت والسايز. الروت الانيشال فاليو بتاعته بنن السايز بتساوي زيرو. احنا هنا ما خليناش الكونستراكتور هو اللي يحط نود ليه؟ عشان البوت والجيت انا اللي ابقى متحكم فيهم انا اللي ابقى متحكم في كل حاجه. ماشي يعني وانا بدخل في الروت او ادخل في حاجه غير الروت تمام هتكون من خلال او اطلع من الروت هتكون من خلال البوت والجيت بس. طيب اتفقنا سوا يا باشمهندسين ان احنا هيكون عندنا ميثود كبيره بتتنفذ مره واحده وميثود تانية جواها اللي بتعمل الريكيرجن اللي هي كل شويه تلف حول نفسها. تمام طيب تعالى نشوف الكلام برضو اللينس والايتريشن عشان انترفيس مع البايثون لو حد بيتلخبط فيها ملهاش اي لازمه. ماشي البوت بتعمل ايه؟ بص بقى اول حاجه نتشيك هل الاليمنت اللي انا عليه ده روت ولا لا. ماشي لو لقيته روت هبعت الروت لو لقيته مش روت لو لقيته مش روت سوري معلش لو انا واقف لو في روت لو التري ديت لها روت. ماشي يعني اف سيلف دوت روت بتساوي نوت ايكوال نان يعني في اوبجكت فعلا في الروت يعني التري دي فيها اول نود ها المفروض انا اعمل ايه؟ هاخد بقى النود دي واقعد الف عليها اعمل عليها الايتريشنز بتاعتي. تمام طيب ولو ما فيهاش يبقى انا عرفت ان انا في اول نود خالص واحط فيها الايه؟ واحط فيها الفاليو اللي اليوزر بعتها لي. مش احنا كل شويه كنا في البرزنتيشن او انسرتين الفاليو الفلانيه صح انسرتين الفاليو دخل ازاي دخلها في التري. لو انا في اول نود خالص في الروت بتاعتي كنت اعمل ايه؟ حاجه على الروت واحط فيها النود بتاعتي. مش كده؟ وبقى انا عارف ان هي كده كده ما لهاش بنفت تشايلد ولا رايت تشايلد لان انا ايه؟ انا اول واحد خالص اول نود اصلا دخلت في التري هاخد الفاليو اليوزر واحطها في اول. طب لو مش كده؟ لو انا مش في اول واحده المفروض بدخل ازاي؟
بمسك الفاليو اللي معايا واقارنها بالفاليو الموجوده في الروت، لو اكبر منها اخش في اليمين، لو اقل منها اخش في الشمال، اخد النود اللي بعدها واقارن، اخد النود اللي بعدها واقارن لحد ما اوصل للمكان المناسب ان انا احط الايه النود اللي جنبي. احنا هنعمل ايه لما يكون مفيش حاجه في التري، لما التري تكون فاضيه مش محتاج بقى اتريشن ولا مكان جاي ولا حاجه، احط فين في الروت على طول. تمام، يعني لو الروت بنام، لو الروت بنام احط في الروت على طول، لو الروت مش بنام اعمل بقى ايه؟ يبقى اكيد مش هتخش في الروت، هتخش تحت الروت، حته تحت الروت، سواء بقى الليفل اللي بعد الروت على طول، الليفل اللي تحت الروت اللي تحت الروت اللي تحت وهكذا. طب احنا هنعمل ايه يا باشمهندس؟ هنشوف الروت، لو لقيناها فاضيه ها نعمل ايه؟ نحطها في الروت، نعمل نود ونحطها في الروت، لو ما لقيناهاش فاضيه نقول بقى الفانكشن الثانيه اللي تروح تلف حول نفسها وتلاقي المكان بتاع الايه؟ بتاع النود المناسب. تمام؟ لو حد فصل ممكن يحصل مش انا لسه بدأ السكشن. طيب نعم انا لسه هقول الكلام ده، لسه هقول الكلام ده. طيب هنعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ هنعمل ايه يا باشمهندسين عشان اعرف ان النود ديت فيها فاليو ولا ما فيهاش؟ اف سيلف دوت روت دي معناها ايه؟ لو فيها فاليو، لو الروت فيها فاليو، معنى ان الروت فيها فاليو معناها ايه؟ ان ايه؟ ان انا مش هدخل في الروت، هدخل في حد تاني غير الروت، مش كده؟ فبقول الميثود الثانيه اللي اليوزر ما يقدرش ياكسسها عشان يحط الفاليو دي. طيب ولو العكس، يعني ما فيش فاليو، يبقى انا فين؟ يبقى انا في الروت. يبقى انا اعمل ايه يا جماعه؟ سيلف دوت روت بتساوي تري، اكاريت نود اسمها اكاريت تري نود، ابعت لها الكي والفاليو يتحطوا فيها ويتحطوا فين؟ في الروت. بقى عندي روت دلوقتي، لو ما كانش فيها داتا تحط لي في الروت الايه؟ النود دي. لان انا عايز الروت دي يتحط فيها نقطه، صح لما اقول سيلف دوت روت بتساوي تري نود، لان دي اول نقطه يا باشمهندس، اول حاجه خالص في التري، انا عارف ان التري فاضيه، صح؟ فانا هل انا كده محتاج اقعد ادور في التري على مكان مناسب احط فيه الفاليو الجديده دي؟ بص انا هوريك، شايف كده يا باشمهندس؟ ده الوضع. لو ده الوضع، ال 60 اللي عايزه تخش دي تخش فين؟ تخش في الروت، صح؟ هل انا محتاج اقعد ادور على المكان المناسب لل 60؟ حلو، يبقى احنا متفقين لو الروت فاضيه احطها في الروت اهي. بص كده، لو الروت يعني مش سيلف، يعني لو دي مش بنان، لو السيلف دوت روت بنان، هعمل الحته بتاعت ال LCD دي، اعمل ايه؟ احط في الروت على طول. طب لو غير كده يا باشمهندس كنت هعمل ايه؟ هدور بقى اشوف انا اكبر ولا اصغر واقعد ايه؟ ما احنا عاملين بوت اللي فوق ديت اللي هي بوت اللي هي البرايفت دي عشان ما نعملش الحته دي، عشان ما نخليش ان انا اعمل ريكيرجن، ماشي؟ لو هي اول نود اصلا. يعني بص يا باشمهندس، ما احنا لسه ما كتبناش الفانكشن دي، انت لو تصبر شويه هقول لك ايه اللي مكتوب جوه الفانكشن دي. تمام خالص، بيتعامل مع دي بس مش وكاش، ما هي اللي انا لسه هقول تعمل ريكيرجن بقى. تمام، انت الاول فاهمه موضوع اللي هي لو الروت حلو قوي. تعالى بقى نشوف الموضوع بتاع البوت الثانيه دي. طيب احنا نتفق سوا على حاجه، البوت دي هتاخد ايه؟ النقطه اللي انا عندها والكي والفاليو اللي عايزين يخشوا، مش كده؟ النقطه اللي انا عندها، صح، اللي انا ماسك منها ال التري بتاعتي، وهدخل ايه الرقم بتاع الشنطه وايه الحاجه اللي هحطها جوه الشنطه، مش كده؟ ده اللي البوت الثانيه بتاخدها اللي هي اندرسكور بوت 3 اللي هي البرايفت. تمام، طيب بتعمل ايه بعد كده؟ تشوف الفاليو اللي الراجل بعتها لي، لو الفاليو دي اكبر من الفاليو اللي في النود، تعمل ايه؟ تخش في الشمال، صح؟ ولو مش لو اكبر تخش في اليمين، لو مش اكبر تخش في الشمال.
طب بعد ما تخش في الشمال تتشك تاني هل الشمال في حد ولا ما فيهوش؟ لو ما فيهوش حلو قوي حطها لي فين؟ في الشمال. طب لو فيه تكون نفسها تاني تبعت بقى النود اللي هي واقفة عندها ديت وتقول له ايه اعمل مع دي زي ما عملت معي، فيقوم يبعت دي والكي والفاليو ويروح يدور لحد ما يلاقي نود مناسبة يحطها مثلا في الشمال بتاعها اللي ما فيهوش حاجة، في الشمال بتاعها اللي ما فيهوش حاجة. طيب الكلام ده هيحصل ازاي؟ لو الكي اقل من الكرنت دوت كي، ايه الكرنت دي بقى؟ اللي هي النود اللي انا عندها دلوقت، النود اللي انا عندها دلوقت. مش النود الكرنت راح يبدا منين؟ بص كده احنا اول حاجه بنبعتها له الروت، فهو يبدا من الروت، هو عارف بقى ان الروت في فاليو مش كده؟ مش هو عارف ان الروت في فاليو، فيعمل ايه؟ يقارن الكرنت اللي هي بتشاور على الروت، يقارن الداتا اللي جواها بالداتا اللي اليوزر بعتها له. لو الداتا اللي اليوزر بعتها له اقل من الكي يروح فين؟ يروح شمال. طيب يروح في الشمال، افرض الشمال فيها نود وافرض الشمال ما فيهاش نود. لو فيها نود تقول له خد النقطة بتاعتي دي، خد الشمال بتاعي ده اعتبره هو النقطة اللي انت واقف عندها وكمل، اعتبر بقى السب تري دي اللي انت عايز تدخل فيها. طيب لو ما فيهاش تشايلد، حلو قوي ده النود بتاعتي انا المفروض اخش في الشمال وانا ما عنديش حد واقف في الشمال، طب ليه ما تدخلش في الشمال؟ تمام شوانس، شغل المراوح شغلها اسمع كلامي بس، على واحد على اقل حاجه خالص، على اقل حاجه شغلهم كلهم على اقل حاجه. كله تمام. هقول لك انا بعدين، احنا نستنى على شويه ماشي، يعني خليك عارفه ان في واحده بتلف وواحده ايه واحده صح. تمام طيب الناس معايا الحل بتاع المراوح ده احسن من الكهرباء. بص الحته دي الناس معايا بعد اتفقنا لو الكي اقل من الكهرباء الكي اقل من النود اللي انا فيها اروح في شماله صح. لو انا لقيت الشمال فاضي هعمل ايه؟ احطه في تعالى نشوف كده. اف كرنت هاز ليفت تشايلد، دي بترجع ايه؟ بترجع فولس. لما ترجع فولس معناه ايه؟ مفيش تشايلد في الشمال صح؟ حلو قوي. يعني نزل ثلاثه مفيش تشايلد في الشمال. بتعمل ايه يا باشمهندس؟ تكاري النود جديده صح؟ حطينا حاجه اسمها ديف بتساوي 3 نود، بدلها الكي والفاليو تمام؟ حلو قوي، عملنا نود حطيناها في التمب. طيب التمب دي البيرنت بتاعها هيبقى ايه؟ الكرم اللي انا واقف فيه دلوقتي مش كده؟ مش احنا الكرم دي اللي ملهاش تشايلد، ملهاش تشايلد في الشمال، فبعمل نود جديده في التمب وبخلي البيرنت بتاعها هو الايه؟ الكرم. حلو عملنا الكلام ده. طب وبعد كده؟ خلاص خلي بقى الكرم اللي انت واقف عندها دي دوت ليفت تشايلد بتاعها في الشمال ياخد الايه؟ النود اللي انت مكريتها. تمام؟ طيب لو ما فيهاش تشايلد المفروض اعمل ايه؟ المفروض اخد بقى التشايلد اللي في الشمال واقارن نفسي بيه تاني، لو لقيت ان انا اكبر منه اخش في يمينه صح؟ لو لقيت ان انا اصغر منه اخش فين؟ في شماله. نعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح عامل لو انا لقيت لفت تشايلد، عارفين بقى الفانكشن نفسها اللي انا جواها؟ هبعت لها تاني، هبعت لها ايه؟ هبعت لها الكي لليوزر اللي هي مبعوتاه والفاليو، وايه؟ هبعت لها الكارنت بس، ولا اقول لها خد الليفت تشايلد واشتغل معاه زي ما عملت معايا. خد الليفت تشايلد واشتغل معاه زي ما عملت معايا. تمام؟ اخر خطوه تاني. بص يا باشمهندس دلوقتي انا كنت واقف في الكارنت، كنت واقف في الارتفاع. النود ديت لقيت ان انا اصغر من يبقى انا عملت في الشمال، ولقيت ان انا تشايلد في الشمال. يبقى انا ايه؟ اقول اخد الشايلد بقى ده. وقال نفسي بيه صح؟ وقال نفسي بيه ايه؟ 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 و
ولا ابدا بالجديد اللي هو الانسايد في الشمال؟ هبدا من الجديد الانسايد في الشمال، اول ما اخد الكول باي اللي كان في الشمال ده نشوف انت هتخش الجديد ولا في الشمال، صح؟ تمام. فانا ببعت له ايه؟ بعت له الجيم الفاليو اللي هو الرقم بتاع الشنطه والاوبجكت اللي انا عايز احطه في الشنطه والكارنت اللي اتلفت شايلد. بقول له ابدا من ايه؟ من الشايلد اللي في الشمال. ابدا من شايلد اللي في الشمال. ها دي فيها مشكله؟ الحته دي فيها مشكله؟ اولى تاني؟ ده صحيح؟ طيب لو كان اكبر اللي هو المود اللي هيشتغل فيه اللي هيقارن بيه، انا كنت بدي له الروت مش كارن الروت. دايما لازم اعمل لازم يبقى الروت لازم يبقى الروت برضه تشتغل على فكره فوقها بعت له الروت. بص بقى الروت هناك هتخش كده يا باشمهندس، هتخش في الكارن صح؟ الروت هناك هتخش في الكارن مش كده؟ طيب الكارن بقى لما اقول له انت لما يطلع هو اسرع من الكارت عشان كل يخش في الشمال والشمال في شايلد حلو. يبقى ايه؟ خد بقى الشمال بتاعي هو يبقى معاه نفس اللي عملته معايا. دي معناها خد الشمال بتاعي، خد الشايلد بتاعي في الشمال وانا معاه نفس اللي انت عملته معايا، قارن بيه وشوف هتخش في اليمين ولا في الشمال. تمام؟ ده ايه؟ ده الكلام. طيب يا جماعه لو كان اكبر منه مش اصغر منه اللي يحصل؟ نخش في اليمين نفس اللي عملناه في موضوع الشمال هنعمله فين؟ في اليمين. يعني اف الكي اقل من الكي كي اللي هو اللي بيوصل بعض اقل من الكرم بتاع النوت بتاعي اعمل ايه؟ لو اكبر اعمل الحته دي. طب الحته دي تعمل ايه؟ لو ليه رايت تشايلد ابعته ايه؟ للبوت تاني. لو ملوش رايت تشايلد تعمل ايه؟ تعمل نوت جديده وتحطها له فين؟ في الرايت تشايلد. بس ده اللي احنا بنعمله. طيب بعد كده اللي هيحصل هتبتدي تلف لحد ما تلاقي المكان بتاعه. اول ما تلاقي المكان بتاعه هيبقى ايه؟ هتعرف منين هي وصلت للمكان بتاعه؟ ما يبقاش ليك شايط. لما ما يبقاش ليك شايط كل اللي بيعمله بروح ايه؟ حاطط المود في المكان ده وخلاص على كده ويبقى هو خلص اكسكيوشن الفانكشن. اقولها تاني؟ طب دي كده كانت الايه؟ دي كده كانت الايه؟ البوت. نيجي بقى الموضوع ليه اليوزر ما يعملهاش. طيب بص يا باشمهندس هي لو هي روت كان هيحصل ايه؟ لو هي روت كانت هتعمل ايه؟ لو هي روت كان هيتحط فيها من غير ما يعمل ريكيرجن صح؟ بالظبط. لو هي كانت فاضيه هحط فيه. طب لو مش فاضيه نعمل الكلام ده بالريكيرجن ونعمل كوست زياده عليا. وحاجه تانية الطبيعي ان انا ممكن هنا اكون بعمل فاليديشن، يعني لو انا عامل فاليديشن زياده ممكن اعمل في الحته دي الفاليديشن على الفاليوز اللي اليوزر بيبعتها، مش اليوزر بيبعت الكي والفاليو صح؟ ممكن يكون بعت الكي ده سترينج وكل الكيز اللي عندي انتجر صح؟ يعني في فاليديشنز تانية ممكن تحصل في الحته دي، فالافضل ان انا اعمل بالطريقه دي. واحده طيب ناس معايا بقى بعد اذنكم. السؤال الاول في الشيت كان بيقول لك اعمل الجيت والست، فاحنا عملنا الايه؟ سوري عملنا البوت مش كده؟ فاضل لنا الجيت هنتكلم عنها دلوقتي بس استنوا شويه. عايز اعمل تري زي دي نعملها ازاي؟ طب السيكونس بقى اللي انا بدخله في الكود بتاعي ايه؟ اول نوت تخش وايه تاني نوت تخش وايه تالت نوت تخش؟ عايز اعمل التري دي، شايفين الرسمه دي؟ الرسمه دي عايز ادخلها في الايه؟ في التري اللي احنا عاملينها من شويه. ادخلها ازاي؟ ادخل فروت الاول. انا كده كده لو استخدمت البوت وبعت لها الفاليو هي لو هي في الروت بتحطها، لو الروت فاضيه بتحطها في الروت صح؟ انا بقى عايز اشوف السيكونس اللي انا هكتب فيه الكلام ده. السيكونس اللي انا هكتب فيه 90 و50 و150 والكلام ده
بالظبط ادخل ليفل بليفل. ليه يا باشمهندس ادخل ليفل بليفل؟ فلنفترض ان احنا دخلنا 90 50 20 ايه اللي يحصل؟ طيب مين اللي دخلنا؟ نفترض ان احنا دخلنا 90 50 75 هيتم زي ما هي. طب نفترض ان احنا دخلنا 90 50 80 ايه اللي يحصل؟ فاحنا نمشي ليفل بليفل، نمشي ليفل بليفل احسن. يا اما تمشي ليفل تاخد الفرع ده الاول بعد كده الفرع ده، يا اما تمشي ليفل الشجره ده. وده اللي انا بفضل استخدمه، بمعنى ان انت تقول 90 وبعد كده تدخل 50 و150 عشان ال 50 تخش في ناحيه وال 150 تخش فين؟ في الناحيه الثانيه. وبعد كده ال 20 وال 75 وال 95 وال 175 تاخدها ليفل بليفل. انت كده ضامن الترتيب يبقى ايه؟ يبقى صح. تمام؟ عرفنا ازاي هنعمل بوت؟ ها؟ عرفنا ازاي هنعمل بوت؟ تمام؟ طيب الجت بقى